أيها الإخوة المؤمنون، ننتقل من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو حبل الله الممدود وظله العميم وصراطه المستقيم، دستور هذه الأمة، شفاء من كل داء. قال ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ أحمد سلمان، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إلا النمام إن
واسع المغفرة وأعلم بكم وأعلم بكم إذا انشأكم من الدرب وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى
وأن سعيهم سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأنه خلق
خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى
أزفت الآزفة ليس لها من الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعلمون أفمن هذا الحديث تعجبون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
طهيرا. وبعد، فقد استمعتم الى تلاوة قرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ احمد سلمان، الذي ادعو الله عز وجل له بدوام الصحة والعافية، وان يجعل ما قرأ من قرآن في ميزان حسناته وميزان حسنات الراحلة الحاجة فيدان ابراهيم ابو علي حرم المرحوم الحاج عبد الحميد محمود ابو علي.